تعاطف قائد المنتخب الجزائري رياض محرز الخامس مع الطفل المغربي ريان العالق في بئر منذ قرابة يومين، وكان الطفل ريان قد سقط في بئر بلا ماء تقع في قرية بمدينة شفشاون شمال المغرب، ومازالت جهود الإسعافيين متواصلة لإنقاذ الطفل ريان. وكتب محرز عبر موقع انستغرام الخميس: ابقى قويا يا ريان. وبدوره مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار تفاعل مع ريان، حيث نشر صورة ريان عبر ستوري انستغرام وقال: نتمنى من الله أن يحفظك ويكون بجانبك. وكذلك النجم المغربي أشرف حكيمي يتفاعل مع الطفل ريان عبر ستوري حسابه على انستغرام، حيث قال: قلوبنا مع ريان.